هل لها فهارس مدفوعه او هي تحت الفهرسه حاليا؟ نعم، في الحقيقه المخطوطات الموجوده حالا قد طبعت مكتبه خضابخش ثلاث فهارس. الفهرس الاول للمخطوطات العربيه ويقال له المجلد الرابع باسم مفتاح الكنوز الخفيه، فهذا المجلد المجلد الرابع. وكذلك قد رتبنا فهرسا اخر للمخطوطات الفارسيه واسمه مفتاح العلوم، مفتاح ميراث العلوم، لها فهرسان المجلد الرابع والمجلد الخامس، هما طبعا جديدا. وعليكم ان تحصلوا هذا الفهرس لانها جديده ومعلومات مفيده فيها. سؤال اخر بالنسبه للفهارس المدفوعه من خضابخش بطنها كلها بالانجليزيه، ما سوى مفتاح الكنوز الخفيه والمختصره يعني. نعم. فهل في نيتكم تبع فهارس مفصله باللغه العربيه حتى يستفيد العرب؟ نعم. سؤال جيد. في الحقيقة أمام المكتبة خضابخش جميع الباحثين في العالم لا في العرب، ولذلك قبل 50 مثلا سنوات أو أكثر قد ابتدأت هذه السلسلة لفهرس مخطوطات خضابخش في اللغة الإنجليزية، ولكن الحال ضروري كان ضروري يكون في الحال هذا ضروري ان يترجم الى اللغه العربيه، لان كثير من الطلبه والباحثين يجيون من العرب وهم يحتاجون ليعلموا اي مخطوطه مهمه. وعندما يبتدئ اي مكتبه هذه السلسله الترجمة من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية فهي يكفي، لأن معلومات التي توجد في فهرس الإنجليزية معلومات جيدة مفصلة جيدة لا مثيل لها، لأنني قد قرأت أكثر فهرس الموجود في العالم إلى الآن، ولكن فهرس المخطوطات التفصيلية للمكتبة خضابخش فهرس جيد. ولذلك ألتمس منكم من حضراتكم أن أي أحد منكم أن يبتدئ سلسلة الترجمة من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية فيكون أحسن، فيكون أحسن هذا العمل. وألتمس من حضراتكم أن تبتدئوا هذه السلسلة، لأن في بلادنا رجل يعلم اللغة الإنجليزية واللغة العربية قليل، ولكن هنا كثير، ولذلك هذه السلسلة إن يبتدوا من هنا يكون أحسن. أحيانا نجد فوارق ما بين مفتاح الكنوز الخفية والفهرس التفصيلي في الترقيم في أرقام المخطوطات، فما هو سببه؟ نعم يكون، لأن أولا قد تحيت فهرس الفهارس مجملة، وبعد 20 سنوات أو أكثر قد ابتدأت سلسلة فهرس التفصيلية، فلرجلين تحقيقان موجود، لشخص عند شخص يكون سنة مخطوطة آخر، ولكن عند رجل آخر يكون سنة أخرى، ولذلك هي التفريق موجود. يقول صحيح، انتم تقولون صحيح، هو يعني فرق موجود كثير في مواضع شتى، ولذلك لان بعض المخطوطات قد قرا بعض المفهرس قبل بعد 20 سنوات فعنده سنه مختلفه. بالنسبه لارقام المخطوطات يعني رقم تسلسل المخطوط، هل هناك فرق بين المخطوطين؟ يعني نفس المخطوط في المفتاح برقم اخر في التفسير، فاذا طلبنا نحن مثلا اي رقم نختار؟ هل نختار من المفتاح الكنوز او نختار من الفهرس التفصيلي؟
عليكم أن تركموا رقم الفلس المجملة مفتاح الكنوز أو مفتاح، لأن المخطوطات التي موضوعة وضعت في الماري في الصندوق فهو على حسب رقم مفتاح الكنوز. فلذلك عندما تكتبوا رقم مفتاح الكنوز فهو فايل مخطوطة موضوع على في الصندوق على هذا الرقم، فهو نحصل يكون أحسن لنا ويكون سهولة لنا أن نحصل على هذا المخطوطة. ولكن رقم المخطوطات التفصيلية في رسل المخطوطة سلسلة، وهي سلسلة أخرى وهي بعيد وصعب كثير. سؤال آخر، الحصول على صورة لمخطوط يعني سهلة للمراسلة بالنسبة للمكتبة؟ شيخ، يكون هناك سيستم بأن تكتب رسالة إلى الدكتور إلى العميد إلى العميد، والعميد الآن الدكتور امتياز أحمد، فاكتب رسالة إليه والتمسوا فيه أنكم تحتاجون إلى تصوير أي مخطوطة، وإن شاء الله التصوير ستصل إليكم. العنوان يعني يكتب الدكتور امتياز أحمد مدير نعم. مدير مكتبة خدبخش. نعم. العنوان في هناك عنوان مثلا للمراسلة للإيميل أو الفاكس؟ نعم، للمراسلة أو بإيميل أي سهولة بأي سهولة. ذكرتم في ضمن المخطوطات العربية كتب في الطب وكتب في الحديث، يعني كتاب الحشائش يعني من مؤلفه وفي أي سنة ألف؟ كتاب الحشائش في الحقيقة هو في الأدبية في العربية في العربي، وقد كتبت في بغداد في القرن السادس، وأن النسخة الأصلية كانت مكتوبة في اللغة اليونانية في القرن الأول من الميلادي، ولكن في القرن الخامس الهجري قد ترجمت هذه النسخة الأصلية من اليونانية إلى العربية في عهد الحاكم عبد الرحمن الذي كان حاكما في بغداد. ومن المشاهير مشاهير الأطباء قد شاملوا قد اشتركوا في الترجمة كان استفن وحنين بن إسحاق، هما كان من ترجمي هذه النسخة في القرن السادس. بس حنين بن إسحاق توفي قبل ذلك، يعني ممكن نقلت حتى وصلت إلى القرن نقلت السادس. نعم. الكتاب مشيخة ابن البخاري من نسخه، في أي سنة نسخت هذه النسخة؟ تاريخ النسخة ليس موجود، ولكن كثير إمضاء كثير من الباحثين والعلماء موجود الذين يعيشون في القرن السابع، وإمضاءهم موجود عليه. هناك سؤال آخر. في نهاية هذه المحاضرة نشكر سعادة الدكتور عتيق الرحمن القاسم الندوي على ما قدم من تعريف بهذه المكتبة العظيمة في خودابخش في مدينة باتنا في الهند، التي أقيمت سنة 1891 للهجرة 1891 للميلاد قبل وفاة المؤلف بحوالي 20 سنة، فقد توفي 1908 للميلاد. نشكره على ما قدم وندعوكم لمراجعة هذه الفهارس والاستفادة من هذه المكتبة العظيمة في الهند. جزاكم الله خيرا، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم مع المحاضرة الأخرى في هذه السلسلة من سلسلة المحاضرات، وأشكر لكم.